خروفة ويعايش المهيري. هذاك ولد اسمه سالم. سالم كان يعيش يمه وابوه في البيت. في يوم الام قالت حق سالم: انا سايره السوق، لكن اوصيك وصى اباك مول ما تطلع من البيت يا ولدي. تعرف ان ابوك سارح من الصبح يدور العيشه ويترزق، وانا سايره السوق والبيت عندك. ان شاء الله امي، فالك طيب. ما وصيك يا سالم ما تظهر من البيت ولا تخوز عن الباب. وطبعا سالم سكر الباب. تم سالم في البيت جالس يتريى يتريى يتريى، وتم سالم يشعر بالملل. قال: شو بسوي؟ خلني اظهر برا. اف مليت، هشوفني بوقف عند الباب من خاري شوي. ظهر جد البيت وتذكروا ان امه موصيتنا وقايلت له ما تظهر من البيت مو. يلس عند الباب وتم يطالع الساير والياي، وشاف الصغار يلعبون. قال: انا بجلس اطالعهم. وتم يطالع ثيابهم ويطالع اشكالهم ويالس شوي، ومر عليه واحد. هذا الرجال معروف انه حساد، معروف انه مكار. قال له: سالم، شو تسوي روحك عند الباب؟ كي ما تصير تلعب ويا ربعك؟ ما روم ماي موصتني ان ما اخوز عن الباب لين ترد. زين، دام امك وصتك ما تخوز عن الباب لين ترد، انا بساعدك وبخليك تلعب ويا ربعك والباب عندك. ايش قايل؟ انا بجلع لك الباب وشله وياك وين تسير، وكذي انت ما خالفت وصية امك. قام مساعده وجلعوا الباب، وقام سالم وحط الباب على ظهره وصار جد السوق وحطه في طرف، وتم يلعب ويلعب ويلعب. يوم كان في السوق منو شافه؟ شاف ابوه. سالم، شو تسوي في السوق؟ جيت العب. والبيت؟ امي ظهرت وقالت لي ما تخوز عن الباب، وانا الباب خذت وياي. وين الباب؟ هناك، هم ساندنها على طرف الجدار. شقايل تسوي كذا؟ وكان يركض الابو جده البيت. يوم وصلوا البيت شافوا ان البيت ما له باب، وشافوا ان الحراميه دخلوا البيت وسرقوا كل اللي في البيت. اللبو يوم شاف كذي صرخ على سالم: يا ولدي، القصد انك تتم عند الباب وهو في مكانه وتحرس البيت. سامحني يا ابوي، الحين فهمت وان شاء الله اني ما بعيدها. قال له: سامحني يا ابوي وانا ما بكررها ولا بعيدها. قال له: مسموح. ويت من عندهم وهم يخبزون قرص ناضي وقرصني. خروفه